السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. بطبيعة الحال من بعد ما درنا المحور الثاني من محاور التكوين اللي كاين في المنصة اللي هو قواعد السير، اليوم ان شاء الله غادي نحاول نشرح لكم المحور الثالث من محاور التكوين اللي هو محور السائق. بطبيعة الحال هذا المحور ديال السائق ما غاديش نشوف فيه بزاف ديال المعلومات حيت هو واحد المحور اللي هو قصير ما طويلش يعني بزاف، فغادي نحاول نعطيكم اهم المسائل اللي تحط لكم يوم الامتحان واللي بطبيعه الحال كاينه في المنصه. اذا اول فقره غادي نحاولوا نشوفوا في هذا المحور الثالث اللي هو السائق، اولا كبيره نحاول نشرح لكم اصناف رخصه السياقه والسن الادنى المطلوب. بطبيعه الحال هذه اصناف رخصه السياقه غادي نشوفوا صنف الدراجات، صنف العربات او السيارات، صنف الشاحنات، الحافلات و العربات ذات الوزن الثقيل او العربات اللي كيجاو مقطوره اللور اللي الوزن ديالها مع الحموله كيفوق 750 كيلوغرام. فغادي نحاول نشوف جميع الاصناف ديال رخصات السياقه، وغادي نشوفوا السن الادنى المطلوب يعني السن او العمر اللي خاصو يكون عندي الا بغيت ندوز ذاك الصنف. اذا نبداو بطبيعه الحال باول صنف وهو صنف ديال الدراجات، ونبداو باول كاتيجوري وهي الكاتيجوري ام يعني الف ميم. دونك هاد الكاتيجوري ام او الالف ميم شكون اللي كيدوزوه؟ بطبيعه الحال كيدوزوه اول حاجه بعدا الناس اللي العمر ديالهم ما كيقلش على 14 سنه. هاو الشروط هو الا يقل سن المترشح لهذا الصنف عن 14 سنه، اذا كان قل من 14 سنه ما يمكنلوش يدوز الام او الالف ميم. اما الناس اللي في عمرهم من 14 عام الفوق يمكن لهم يدوزوا هاد الصنف اللي هو ام. شكون هما يعني شكون اللي كيسوقوا بالام؟ بطبيعه الحال دراجه بمحرك، يعني اذا كانت عندك دراجه بمحرك او دراجه رباعيه الاجالات خفيفه بمحرك بطبيعه الحال يمكن لك تسوق الام. دوك الدراجات بمحرك بحال السونطوا، يعني اذا كان عندك مثلا السونطوا كان عندك مثلا البيرمي ام او البيرمي من صيف ام الف ميم، ولكن بشرط يكون عمرك من 14 عام الفوق يعني 14 عام على الاقل، فلا يمكن لك تسوق سواء دراجه بمحرك سواء دراجه رباعيه الاجالات يعني دراجه فيها 4 دروايد ولكن هي خفيفه بمحرك. دونك مزيان ندوزو للصيف الثاني اللي هو الا واحد الالف واحد. دونك اللي كان كيتسمى شحال هادي جي او ياء، اللي كنقول له جي او الياء دابا ولا كيتسمى الا واحد اللي هو الف واحد. دونك هاد الصنف بطبيعه الحال انت كسائق الا كنتي كتسوق الدراجه الناريه الخفيفه اللي الحجم ديال الاسطوانه ديالها من 50 سنتيمتر مكعب ل 125 سنتيمتر مكعب، وكان في عمرك انت كسائق او انت كمترشح 16 عام فما فوق، هنا يمكن لك تدوز هذا الصنف. اذا قلنا الام كيدوزوه الناس اللي في عمرهم من 14 عام للفوق الا بغاو يسوقوا دراجه بمحرك بحال السونطوا او دراجه رباعيه العجلات ولكن خفيفه بمحرك، هادو كيسوقوا بالام. اما الناس اللي عمرهم من 16 عام الفوق يعني المترشحين اللي بغاو يدوزوا الصنف ديال الا واحد اللي هو الف واحد يعني وكان في عمرهم من 16 عام الفوق وبغاو يسوقوا الدراجات الناريه الخفيفه يعني الحجم ديال الاسطوانه ديالها من 50 ل 125 سنتيمتر مكعب، فخاص يكون عندهم البيرمي ا واحد يعني كاتيجوري ا واحد البيرمي كاتيجوري او من صنف ا واحد اللي هو الف واحد. مزيان دابا ندوزو ل ا، يعني الا بغيتي تدوز بيرمي كاتيجوري ا او البيرمي صنف الف، اذا شحال خاصو انت كمترشح يكون السن ديالك؟ انت كمترشح خاص يكون السن ديالك من 18 عام للفوق. ها هو الشروط هو الا يقل سن المترشح لهذا الصنف عن 18 سنه، يعني انت لو بغيتي تدوز ال ا او الالف خاص يكون في عمرك سواء 18 عام سواء اكثر، و كتسوق الدراجات الناريه يعني دوك الدراجات الكبار اللي الحجم ديال الاسطوانه ديالهم كبر من 125 سنتيمتر مكعب. اذا الى انت
بغيتي تسوق دراجة نارية، يعني دوك الدراجة الكبار اللي الحجم الأسطوانة ديالهم فوق 125 سنتيمتر مكعب، وكان عمرك فوق 18 عام، يمكن لك تدوز بيرمي من صنف أليف أو من كاتيجوري أ. قلنا كان في عمرك 16 عام فما فوق، وبغيتي تسوق دراجة نارية خفيفة للحجم الأسطوانة ديالها من 50 ل 125 سنتيمتر مكعب، كتدوز البيرمي من صنف أليف واحد أو الأ واحد كاتيجوري أ. أما إذا كان في عمرك من 14 عام الفوق، يعني 14 عام على الأقل، وبغيتي تسوق سواء دراجة بمحرك بحال السونطاوا أو دراجة رباعية العجلة، يعني دراجة فيها 4 دروايد ولكن هي خفيفة ما كتوزنش بزاف بمحرك، فخاص يكون عندك صنف أم أو الألف ميم. دونك كنظن هذه واضحة. دابا ندوزو بالنسبة للناس اللي بغاو يدوزو صنف باء، يعني كاتيغوري بيرمي كاتيغوري بي. شكون هما هادو او هاد الاشخاص؟ اول حاجه انت كمترشح السن ديالك خاصو يكون من 18 عام للفوق الى بغيتي تدوز هاد الصنف او البيرمي كاتيغوري بي اللي هو صنف باء اللي هو الطوموبيلات بصفه عامه. اذا الا كنت انت كتسوق سياره معده لنقل الاشخاص والمحتويه زياده على مقعد السائق على 8 المقاعد للجلوس على الاكثر، شنو المعنى ديال على الاكثر؟ هي اصغر او يساوي، يعني يا اما كيساوي 8 المقاعد يا اما قل، يعني انت زياده على المقعد ديالك كنديرو 8، يعني 8 زائد انا كسائق هو 9، يعني خاصني نكون انا سائق و 8 د الراكبين، يعني حنا 9 بينا. كثر من 9 كتولي حافله، يعني كتولي خاصك دوز بيرمي كاتيجوري دي او دال، يعني هنا خاص العمر ديالك يكون يا اما 21 عام يا اما اكثر. اما اذا كان في عمرك 18 عام او 18 عام يعني فما فوق، يعني من 18 عام الفوق او لكن 18 عام هو المتوسط، فانايا كدوز البيرمي كاتيجوري بي او رخصه السياقه من صنف باء. اذا انت كان في عمرك 18 عام بغيتي تسوق سياره معده لنقل الاشخاص، يعني الطوموبيله كتهز الناس في زيادة على المقعد ديالك انت كسائق، خاص 8 المقاعد ما يتزادش عليهم، يعني حتى 8 او 7 او 6. وهنا كل طوموبيله شحال كتهز على حسب انت شحال قطعتي في لاسيغونس، كاين طوموبيله اللي كتهز غير 5 د البلايص مثلا، كاين اللي كتهز 4 على حسب الطوموبيله ديالك. المهم حنا هضرنا بصفة عامة ما خاصهاش تتعدى 8 د البلايص، وانت السائق هما 9. مزيان. كذلك باش تسوق بيرمي كاتيجوري بي، يعني يمكنك تسوق سيارة معدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام أو 3.5 طن. يعني إذا كانت عندك واحد العربة أو واحد طنوبيلة كتنقل لك البضائع، يعني كوميرسيال، ولكن ما كتجاوش في الوزن ديالها مع الحمولة 3.5 طن او 3500، يا يعني اما في الوزن كتساوي 3500 كيلوغرام ولا اقل من 3500 كيلوغرام بحال 207 مثلا، فهنايا يمكن لك تسوق بالبيرمي كاتيجوري بي، ولكن بشرط ديما يكون في عمرك 18 عام فما فوق، ما يكونش قل. كذلك الناس اللي كيسوقوا المركبات الفلاحيه بحال التراكتور، المركبات الغابويه ذات محرك، وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك، يعني دوك العربات الأشغال العمومية ذات المحرك، وكذلك الأريبات الخاصة ذات محرك. هادو كلهم خاصهم إلا ما كانوش كيتجاوزوا الوزن ديالهم مع الحمولة 3.5 طن أو 3500 كيلوغرام، يعني الوزن ديال دوك العربات الفلاحية بحال التراكتورات أو العربات الغابوية ذات المحرك أو العربات الأشغال العمومية أو العربات الخاصة ديالك اللي فيهم محرك، وما كيتجاوزوش في الوزن مع الحمولة 3.5 طن، يعني يا إما كيساويو 3.5 يا إما أقل، فهنايا بطبيعة الحال يمكن لي نسوق بالكاتيجوري بي بالبيرمي كاتيجوري بي أو صنف باء. وذلك عند السيرة على الطريق العمومية، يعني دوك الأريبات ديال الأشغال والمركبات الفلاحيه راه كتمشي على طريق عموميه. كذلك اذا كنت كتسوق دراجه ثلاثيه العجلات بمحرك، دونك هذا بحال التريبورتور، دونك حتى هو يمكن لك تسوقو بالبيرمي كاتيجوري بي او صنف باء.
كذلك إذا كنت كتسوق الدراجة ثلاثية العجلات الخفيفة وهي بمحرك، أو كنت كتسوق داك الدراجة رباعية العجلات، يعني داك الدراجات كيكونوا فيهم 4 دروايد ثقيلة يعني اللي كتوزن بزاف بمحرك، حتى هي كتساق بالبيرمي كاتيجوري بي. يعني إذا أنت كنت كتسوق دراجة فيها 4 العجلات ثقيلة يعني كتوزن بمحرك، أو دراجة فيها 3 العجلات خفيفة بمحرك، أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، كذلك تراكتور بحال العربات الفلاحية أو العربات الغابوية ذات محرك، والعربات الأشغال العمومية والعربات الخاصة ذات المحرك للوزن ديالها مع الحمولة يا يعني إما كيساوي 3.5 طن أو أقل، وذلك عند سيرها بطبيعة الحال على الطريق العمومية. كذلك السيارات ديال نقل البضائع اللي ما كتجاوش في الوزن 3.5 طن، وكذلك الطوموبيلات اللي كيهزوا الناس، ولكن بطبيعة الحال ما خاصش داك الطوموبيلات تكون كتهز اكثر من 8، يعني يا اما تهز 8 يا اما اقل من 8، وانت السائق هو تسعود، يعني 8 وانت كسائق هما تسعود، هادو كلهم يمكن لهم يتساقوا بالبيرمي كاتيجوري بي، ولكن بشرط السن ديالك خاصو يكون 18 عام فما فوق. دابا من بعد طوموبيلات ندوزو للصنف ديال او بي، هاء وباء يغمك و السيارة. بطبيعة الحال هنا لاحظ هاد الطوموبيلة وجرى واحد المقطوعة، إلا فصلت الطوموبيلة على المقطوعة، المقطوعة كتبقى بوحدها تقدر توقف على البيكي، بيكي هو هذاك اللي كيكون هنا كتوقف عليها ماشي على غوايد، يعني كتوقف على البيكي. دونك فإلا كنتي أنت كسيارة كتجر واحد المقطوعة، وديك المقطوعة كان الوزن ديالها مع الحمولة كبر من 750 كيلوغرام، هنا راه واجب عليك يكون عندك واحد الصنف اللي هو او بي، هاء وباء. اذا هنا نكتبو انا قالك المركبات من الصنف باء المقرونة بمقطوعة يتجاوز وزنها الاجمالي محمل 750 كيلوغرام، وذلك اذا كان الوزن الاجمالي للمقطوعة محملة يتجاوز وزن المركبة الجارة وهي فارغة، أو إذا كان مجموع الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة وللمقطوعة معا يتجاوز 3500 كيلوغرام، يعني سواء كانت هاد الطوموبيلة مع هاد المقطوعة كلهم الوزن ديالهم مع الحمولة كيتجاوزو 3.5 طن، ولا ديك المقطوعة اللي اللور الوزن ديالها مع الحمولة كيتجاوز 750 كيلوغرام في الوزن، فهنا راه ما يمكنليش نسوق انا الطوموبيله ديالي اللي جرى هاد المقطوعه غير برخصه سيقه من صنف باء، خاصني نسوقها برخصه سيقه من صنف هاء وباء اللي هو او بي، وكا كانت المقطوعه اقل من 750 كيلوغرام في الوزن يعني يمكن لي نسوقها غير بي، ما عنديش اشكال، ولكن حيت كتفوت 750 كنسوقها بالاو بي، ولكن الشرط هو ان العمر ديالي خاصو يكون من 18 عام الفوق، ما يكونش اقل من 18 عام الا بغيت يطبعوا لي هذا الصنف ديال او بي صافي، او يكون عندي هذا الصنف ديال او بي. دونك هذه حتى هي باينه. ندوزو الجيم الشاحنات، اذا صنف الشاحنه يعني باش دوز انت بعدا كمترشح صنف الشاحنه العمر ديالك خاصو يكون يا اما 21 عام يا اما اكثر، يعني من 21 عام الفوق يمكن لك تدوز الشاحنة اللي هو بيرمي كاتيجوري سي اللي هو رخصة سيقة من صنف جيم. شنو يمكن لك تسوق؟ هاهما دايرينها هنا، السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 3500 كيلوغرام، يعني إلا كنت كتسوق واحد السيارة يعني معدة لنقل البضائع، يعني كتنقل البضائع ولكن الوزن ديالها مع الحمولة كان كيتجاوز 3.5 طن، فهنايا راك كتسوق بالبيرمي كاتيجوري سي، سورتو داك الشاحنات المنفردة اللي ما كيجرو حتى مقطوعة، يعني ما كتكونش عندي واحد العريضة الكارطة أو واحد الغاز ديال التراكتور اللي جاغلي واحد المقطوعة اللور، فهنايا يعني كيكون الوزن ديالها فوق 3.5، راه هادي كتساق بالبيرمي كاتيجوري سي. كذلك المركبات الفلاحية يعني التراكتور ذات محرك، والمركبات الغابوية ذات محرك،
وآريبات الأشغال، يعني دوك العربات الأشغال العمومية ذات محرك، وكذلك الآريبات الخاصة ذات محرك. ولكن إذا كان كيتجاوزوا الوزن ديالهم مع الحمولة 3.5 طن اللي هي 3500 كيلوغرام عند سيرها على الطريق العمومية، فواجب هذاك النوع ديال المركبات يسوقوا بالبيرمي كاتيجوري سي اللي واصين في جيم. وديما الشرط قلنا هو الوزن، هو العمر ديال المترشح خاصو يكون من 21 عام الفوق. دابا ندوزو للحافلات، يعني الصنف دال او الدي. هنا صنف رخصه الثقه ديال الدي، قالك السيارات المعده لنقل الاشخاص والمحتويه زياده على مقعد السائق على اكثر من 8 المقاعد. يعني ملي كنقول اكثر من 8 المقاعد، يعني سواء 9 10 فما فوق، وعاد السائق، يعني انا سائق بوحدي ومثلا يكونوا 9 المقاعد، 9 زائد السائق هما 10، يقدروا يكونوا 10 ديال المقاعد وانا سائق ها 11 وهي غادة. المهم فوق 8 زيادة على مقعد السائق، او كتنقل على متنها اكثر من 8 اشخاص دون احتساب السائق. المهم يكونوا دوك لي بلاص او البلايص اللي في داك الحافله يكونوا اكثر من 8 البلايص، يعني سواء 9 البلايص 10 او 11 بلاصه الى ما ذلك. هنا راه ما يمكنلكش تسوق بالبيرمي كاتيجوري بي او هذا، خاصك تسوق بالبيرمي كاتيجوري دي او رخصه سيقه من صنف دال. بطبيعه الحال ديك رخصه سيقه من صنف دال الكا راه كاين، يعني داك دال راه فيها حافله النقل العام وحافله النقل الخاص. حافلة النقل العام فيها البيس اللي هو الطوبيس وفيها الكار الكيران، وحافلة النقل الخاص فيها حافلة نقل المستخدمين وحافلة النقل المدرسي، كلهم كيسوقو بالدي. ولكن الشرط هو المترشح خاص يكون عمره من 21 عام الفوق. دابا ندوزو لأوسي، يعني باش يكون عندك هاء وجيم شنو خاص. أول حاجة انت كمترشح العمر ديالك خاصو يكون من 21 عام الفوق باش دوز هاد الصنف. بطبيعة الحال إلا كنت كتسوق مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض، من ضمنها مركبة جارة تتدرج في صنف جي ام سي ومقرونة بمقطوعة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغرام، يعني تكون عندك واحد العارضة الكاردة هي هادي، يعني الغاز ديال التراكتور ومقطوره اللور. الا فصلت هاد القطيره مع هاد المقطوره، هاد المقطوره اللي غنفصل سواء غتوقف لي على البيكي، ها هي هادي الا فصلتها ها هي بوحدها كتوقف، تقدر تمشي بوحدها. وهادي ملي غنفصلها تقدر توقف لي على البيكي، وبعض المرات تقدر توقف حتى على غوايد يكونوا فيها غوايد. بحال بحال الاساس هو هاد المقطوره اللي اللور، ملي كنفصل هادي هاد القطيره على هاد المقطوره، هاد المقطوعة اللي كتوقف على البيكي او على غوايد، الا كان الوزن ديالنا مع الحمولة كبر من 750 كيلوغرام، هنا خاصني ندوز رخصة ثقة من صنف هاء وجيم او سي. ولكن راه ما ندوز او سي تا يكون عندي ديجا سي، نكون دوز بعد الشاحنة مزيان. اما الا كانت هاد المقطوعة اللي اللور الوزن ديالها قل من 750 فهي كفي نسوقها في البيرمي سي، اما الا كانت كتفوت 750 فغنسوقها بالاوسي. وديما الشرط هو يكون في عمرك من 21 عام الفوق. ندوزو دابا لاودي، داك الحافلات اللي كيجاو مقطوعه اللور، والا فصلت الحافله على المقطوعه ديك المقطوعه تقدر توقف لي على البيكي مزيان. ها هي يقول لك هنا مجموعه مركبات مقرونه بعضها ببعض، من ضمنها مركبه جاره تندرج في صنف دال ومقرونه بمقطوعه يتجاوز وزنها الاجمالي محملة 750 كيلوغرام. يعني الى هاد المقطوره اللي كنتي نتاجر الى كان الوزن ديالها مع الحموله قل من 750 كيلوغرام، سوقها غير بالبيرمي كاتيجوري دي، غير بالحافله باركه، غير بيرمي دي او دال. اما ديك المقطوره الى كان الوزن ديالها مع الحموله كبر من 750 كيلوغرام فواجب يكون عندك صنف دال وهاء، يعني يكون عندك الصنف ديال الحافله دي ديجا مدوزو، ويكون عندك الهاء اللي هو الاو، يعني باش يديروا لك الاو دي، يعني غموك الاو هو الهاء اللي هو غموك، يعني ديجا خاص يكون عندك الشاحنه سي ومطبوع لك الاو سي اللي هو غموك باش يقدروا
من بعد ملي كتبغي تجي نقطو على الوزن ديالها فوق 750 راه كيطبعوا لك الاو دي ديجا اوتوماتيكمون، كيطبعوا لك ديك الساعات الاو دي اللي هو الها اموك هو دالية الحافله، حيت المقطوره اللي انتجها راه الوزن ديالها مع الحموله كتفوق في الوزن 750 كيلوغرام، وديما السن ما خاصوش يكون قل من 21 عام، خاصك تكون في عمرك من 21 عام للفوق. دونك كنظن هاد الاصناف راهم واضحين باينين. دونك من بعد بطبيعه الحال ما درنا الاصناف نحاول ندير لكم واحد جوج الامثله بساطين ونقفل الدرس. هنا قال لك مجموع الوزن مع الحموله لهاد المقطوره هو 500 كيلوغرام، باش نسوق هاد المجموعه خاصني نتوفر على رخصه الثقه من صنف ب بي و ه او. نعم جواب واحد، لا الجواب جوج. شنو قلنا؟ قلنا الطوموبيل الا كانت كتجري مقطوره وديك المقطوره الوزن ديالها مع الحموله كان قل من 750 كيلوغرام فما عندي لاش يكون عندي الاو بي، يكفي نقدر نسوقها بباء او بي رخصه الثقه من صنف باء. ولكن وكان كانت المقطوره الوزن ديالها مع الحموله كبر من 750 كيلوغرام فانا كيكون واجب عليا يكون عندي رخصه الثقه من صنف هاء وباء، والشرط السن خاص يكون في عمري من 18 عام للفوق. صافي هادي واضحه. دونك هنايا يكفي نسوق ببي ماشي او بي حيت المقطوره ما كتجاوزش 750 كيلوغرام في الوزن. المثال الموالي قال لك رخصه الثقه من صنف بي او باء كتسمح لي نسوق عربه كيوصل مجموع الوزن ديالها مع الحموله الى 2500 3500 او 3800. حنا ديجا قلنا اذا كان وزن العربه مع الحموله كيساوي 3.5 طن هي 3500 كيلوغرام او قل من 3500 كيلوغرام، هنا يمكن لي نسوق فقط برخصه الثقه من صنف باء يعني بي. اما اذا كان الوزن كيفوق 3.5 طن او 3500 كيلوغرام فهنا خاصني نسوق برخصه الثقه من صنف جيم اللي هي سي، او اذا كانت حافله غنسوق بدي يا دال حسب واش عندي شاحنه او تراكتور او مركبه غابويه او مركبه ديال الاشغال العموميه اللي كتفوت 3.5 طن اللي اتساق بجيم، او حافله اللي الوزن ديالها فوق 3.5 طن اللي اتساق بدال اللي هو الدي. مي انا عندي الوزن قل من 3.5 طن او 3.5 طن فهادو غادخلين في صيف ديال بي او باء. إذا رخصة الثقة من صنف باء كتسمح لي نسوق عربة سواء عربة فلاحية غابوية، عربة كتنقل أشخاص، ولكن المقاعد زيادة على مقعد السائق ما خاصهمش يتعداو 8 على الأكثر، فالوزن خاصو يكون سواء 2500 سواء 3500، يعني من 2500 حتى 3500 ما خاصهاش تتعدى 3500، هنا يمكن لي نسوق بالبيرمي بي. هذاك علاش الجواب يكون هو واحد جوج. دونك هادو فقط بعض الامثله على هادشي اللي درنا. دونك حاولوا هادشي اللي قلت تكتبوه وتفهموه مزيان حيت راه كيتحطوا عليهم الاسئله ضروري. راه البارح ولد دوز وقال لي بان تحط سؤال عطاوه مثلا واحد الدرجه وقال له هاد الدرجه الحجم الاسطوانه ديالها 125 سنتيمتر مكعب، واش يمكن لي نسوقها برخصه الثقه من صنف باء؟ فبطبيعة الحال اللي الحجم الأسطوانية ديالو قلنا من 50 لمية وخمسة وعشرين راه كيتساق بالأ واحد ماشي بالباء أو بي، فهاد الشي اللي درنا راه يقدرو يتحطو فيه أسئلة، فخاصكم تكونوا عارفين هاد الأصناف ديال رخص السياقة وكذلك السن الأدنى المطلوب. فمنين يجي يقولك الدرجات راه الأ إم كتساق اللي كيكون في عمرك 14 عام، الأ واحد 16 عام، والأ 18 عام، طوموبيلات 18 عام، الشاحنات وغموكات والحافلات يعني العربة ذات الوزن الثقيل أو العربة الثقال كلهم خاص يكون في عمرك 21 عام. دونك هادشي مهم بزاف خاصكم تنوطيوه. دونك كنتمنى الفيديو يكون على الإعجاب ديالكم. بطبيعة الحال اولا كبيره حنا ساليناها، ما بقى لي الا ندير لكم ثانيا كبيره معلومات عامه حول السائق ونكون ساليت المحور الثالث.
يعني المحور الثالث ساهل بزاف، يعني ما فيهش شي حاجه حتى في المنصه، يعني ما طويلش بزاف، يعني فيه معلومات بسيطه. دونك كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. فيديو ما يجي ان شاء الله نديرو معلومات عامه حول السائق، ونديرو بعض الامثله على داك الشيء، ونكون سليكم المحور الثالث باش ندوز لكم المحور الرابع اللي هو المحور ديال المركبه. شكرا على تتبع فيديو ماجي ان شاء الله.